يوم ما الزمالك بيكسب ابيض ولا اسود؟ يعني ممكن تقولي كروهات عشان انا اهلاويه، بس برضو بتبسط للزمالك لما بيكسب. يوم ما اتجوزتي الفنان سناء شافع؟ كنت سعيده جدا وكان اختياري وكان ابيض اكيد. ويوم طلاقك؟ كنت ابيض برضو لانه كان اختياري. كنت سعيده ولا كان في وجع الست اللي بتتطلق؟ عايزه الصراحه كنت سعيده. كنت سعيده ما حسيتيش باي وجع؟ لا. حسيتي ان طفولتك او شبابك اتسرق منك؟ لا ما لحقش لان جوازه كانت سريعه. يوم ما قررتي تفتحي كافيه؟ ده فوشيا وابيض واسود واحمر وكل الالوان. انا محمد رياض وطارق جيوشي وسام كنا اربعه وكانت هو خسر؟ وكانت تجربه ناجحه جدا اول سنه، بس الظاهر احنا يعني غلينا في ان احنا عايزين كل حاجه حلوه وشيك وبتاع وانا قلت بلاش شيشه، اصل الشيشه هتبوظ البتاع. اتبي بقى الشيشه هي اللي بتكسب الكافيه. طبعا لو ما فيش شيشه ما فيش كافيه. حاولنا بقى عملنا كتير حاجات كتير قوي، بقول لك كل الالوان لان عملنا الديكور احمر وعملنا اسود، عملنا كل الالوان عشان نكسب، بس ما كانش رزقنا في المكان. يوم ما نزلتي التحرير يوم 30 يونيو؟ 30 ولحد التنحي ده من انصع وانقى الايام اللي مرت على مصر من عدد كبير من السنوات، لان احنا انقذنا البلد. تحيه للشعب المصري والجيش المصري والشرطه المصريه. امتى دموعك بتنزل وبيبقى يوم ابيض ولا اسود؟ دموعي بتنزل على فكره مش شرط في الحزن، ممكن من كتر الفرحه. وانتي انسان حساسه، انا شايفه انه كمان حتى في المشهد اثر فيكي بالظبط. فالدموع بتنزل، فممكن تبقى في ابيض وممكن تبقى في الاحزان. لما بتحزني بتعيطي بحرقه ولا هي دمعتين وخلاص شكرا؟ يعني يمكن اكتر مرتين عيطت بحرقه في وفاه مامتي الله يرحمها، وبعديها بكام سنة في وفاة الكاتبة منى نور الدين الله يرحمها. طيب انت بتخافي؟ من الضلمة يعني ومن كده ولا بخاف؟ عامة بتخافي في حاجات كتير بتخافي منها؟ بصي انا ما بخافش من اي حاجة خالص غير ان مثلا النور يتقطع وانا لوحدي في البيت وادور بقى على الشمعه وبعدين اقول ايه عادي انت عارفه المكان فخليكي كده. بس لكن لو قصدك على الخوف من الموت من المرض. لا هنشوف دلوقتي، هنشوف هتقدري تتحدي خوفك وبتخافي ولا لا. جاهزه؟ جاهزه. ايه هتطلعوا لي تعبان ولا لا؟ مفيش كاميرا خفيه.